قيادي في حركة حماس بجانب مجموعة من وسائل الإعلام الدولية هم اللي بيقولوا إنه يا جماعة فصائل المقاومة بتحصل على سلاحها من المخازن بتاعة جيش الاحتلال. طبعاً طلع 5000 شائعة، 5000 جملة، 5000 كلمة. فظهر قيادي في الحركة والعديد من الوسائل مش بس نقلت عنه، لكن أفادوا أن هناك لديهم مصادر أخرى وتقارير أخرى بتفيد أنه حماس بتقدر تحصل على السلاح من مخازن الاحتلال. تحصل عليها إزاي مخازن الاحتلال مش مشكلتي أنا. أنا مشكلتي إيجاد الحل. أنا قدمت مقترحاتي ونضلت علشان مقترحاتي دي أقدر أخد عليها قبول. وقبول من مين؟ أنا بتكلم على الحكومة الأكثر تشددا وتعنتا في تاريخ هذا الكيان. ألاقي أغلب حكومة متشددة أو أغلبية الحكومة المتشددة المتعنتة وافقت. طيب أنا قدامي طرف آخر ألا وهو المقاومة، ألا وهو أيضا حركة حماس، ما تقدرش تطلعها أبدا برا المعادلة. يبقى إزاي نبقى بتوع سياسة وإزاي نقدر ننتهز الفرص ونصغها ونبلورها ونحط الفرصة في جيبنا وما نضيعهاش. زمان العرب رفضوا مقترحات في 4 و5 ده مثلا، ده فترة. مرة تانية اترفضت مقترحات أخرى، الكلام ده كان سنة كان قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وبعدين أصبح في أفاق أخرى للحل وفرصة للحديث وما إلى ذلك، ورفضت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات. حلو؟ طيب دلوقتي احنا كلنا واقعين في مغرز، عندنا عدوان جائر سافر سافل، ولازم نلاقي له حل. لازم اوصل الاول لحلول متعلقه بهدنه مؤقته و و و و وبعد كده ابدا اخش في مرحله اخرى الا وهي المفاوضات بتاعت حل الدولتين. انا معايا على التليفون الدكتور محمد ابو سمره، المحلل السياسي الفلسطيني الكبير ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ يوسف، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، اتمنى تكون كل حاجه بخير. نتمنى. والله ليس منك شيئا بخير يعني للاسف. يعني ربنا يستر. خليني هدخل على ما تم اليوم، انه أغلبية حكومة الاحتلال وافقوا على المقترحات المصرية، وأصبح لدينا بعض التفاصيل وهي متعلقة بالتبادل. فالاحتلال بيتكلم على معايير للتبادل قد يكون من ضمنها الإفراج عن حوالي 40 أسير. حماس قالت لا، هذه المعايير لا تنطبق على 40، تنطبق تقريبا على 20. الاحتلال يقولوا احنا عاوزين نعمل الهدنة بتاعتنا أقل من 6 أسابيع، احنا كلنا عايزين الهدنة تبقى أطول على قد ما نقدر، ده مفيش فيه خلاف. هنا يجي سؤال يا دكتور، ايه هي آفاق السياسة؟ بمعنى ازاي اقدر انتهز فرصة لإيجاد حلول في مباحثات الهدنة؟ انا هنا هتكلم لو انا باعتباري انا حماس، انتهز الفرص ازاي؟ هو اولا انا اشكرك على مداخل يعني على المقدمة اللي حضرتك اتكلمت بيها. طبعا مقدمتك يعني اتفق معك بها 100%. المسألة الاساس كيف يمكن للعقل المفاوض الفلسطيني سواء كان حماس أو فصيلا آخر أو أي جهة أن يكون محكوما بالمعايير والضوابط والرؤية السياسية؟ الآن الهدف الأساس والرئيس أنا أعتقد على المستوى الفلسطيني والمصري وأيضا العربي يجب أن يكون يعني رقم واحد هو وقف العدوان. وانا اعرف يعني اعلم واعرف عن قرب ان مصر لا تنام الليل سعيا وراء وقف نزيف الدم الفلسطيني. ومصر عندما اقول مصر اخي يوسف وللمشاهدين الاعزاء ولتسمح لي، يا مصر بدءا من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى اخر مسؤول معني بالملف الفلسطيني، حقيقه مصر قدمت وتقدم وستقدم كل شيء للقضيه الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني ولقطاع غزه على وجه الخصوص، ويعني تعمل على مدار الساعة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ومن أجل وقف العدوان ووقف الحرب، لأن استمرار الحرب والعدوان هو الهدف الأساس والرئيس لنتنياهو وحكومة الإجرام والإرهاب الصهيوني. وبالتالي هنا
لو كان يعني بدأت الآن لدينا نحن يعني كمفكرين وك يعني كمؤثرين حتى بالساحة الفلسطينية بدأت لدينا بدأنا نتداول آراء كثيرة، أحد أهمها ودعني أقول بصراحة ليكن يعني نوعا من التفكير العلني يعني أو التفكير بصوت عالي، حتى لو كان ثمن إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف العدوان الأسرى الصهاينة، أنا أعتقد أن هذا الهدف بحد ذاته إنجازا كبيرا، بمعنى يجب أن يكون الهدف رقم واحد على المستوى الفلسطيني كما هو الهدف رقم واحد يعني مصريا وعربيا وقف العدوان الإسرائيلي، مقابل الهدف رقم واحد من وراء العدوان الصهيوني واستمرار الحرب إلى أبعد مدى ممكن. وبالتالي نحن دفعنا كفلسطينيين حتى الآن في اليوم 205 أيام أو في اليوم الخامس بعد 200 من العدوان، نحن دفعنا ثمنا باهظا هائلا كبيرا. ودعني أصارحك وأصارح كل المشاهدين الأعزاء، كل الأرقام التي تعلن أرقام غير حقيقية عن الشهداء والأسرى والجرحى، نحن نتحدث عن أكثر من ربع مليون فلسطيني ما بين شهيد وأسير وجريح، وربما الأرقام تكون أكثر من ذلك. نتحدث عن أكثر من 100,000 طن من المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة حتى اللحظة. وأنا شخصيا من واقع المعرفة الدقيقة والقريبة والتماس اليومي المباشر بالمعطيات في قطاع غزة، نحن حقيقة نتحدث عن رقم يقترب من 100,000 شهيد وليس 35,000 شهيد. هناك أكثر من 20,000 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض، وهناك أكثر من 20,000 شخص مفقودين ليس يعني مصيرهم مجهولا، وهناك عشرات الآلاف من تم دفنهم دون الإعلان عنهم، لأنه طبعا الوضع كارثي ومأساوي. وبالتالي وقف العدوان هدف. أنا أعتقد أن الجهد المصري الكبير الهائل الذي تبذله مصر الشقيقة منذ الأيام الأربعة الأخيرة من أجل الضغط بكل ما أوتيت من قوة، مصر بدورها وثقلها الإقليمي والدولي وثقلها كشقيقة كبرى كشقيقة عربية كبرى، تضغط بكل قوة من أجل أولا، وهذه مسألة مهمة، وقف ومنع اجتياح رفح، اجتياح العدو الصهيوني لرفح. ومصر رفعت كافة البطاقات الحمراء أمام حكومة الاحتلال، ممنوع منعا باتا اجتياح رفح، وبالتالي هي تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل منع اجتياح رفح، هذا أولا. ثانيا من أجل وقف العدوان، ثالثا من أجل الإعلان عن هدنة تطول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وبالتالي والعنوان الرئيس كل يقف وراء ذلك، العنوان الرئيس الخروج من هذه الأزمة الكبرى وهذه المقتلة الكبرى نحو حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، ليس أقل من إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كاملة عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. وبالتالي هذا جهد بالتأكيد يسجل لمصر على المستوى التاريخي، كما سجل الدور يعني كما سجل التاريخ لمصر منذ ما قبل 48 وبعد 48 ومنذ ما قبل 67 وبعد 67، كل الأدوار المشرقة تجاه الأزمة والمشكلة والقضية الفلسطينية. يعني في ذات السياق تخيل لك أن تتخيل وللعرب أجمعين أن يتخيلوا أن 87%، وأتحدث عن إحصائيات دقيقة، 87% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية 100%، سواء كانت هذه المساعدات من الدولة المصرية بشكل رسمي أو من المؤسسات الخيرية وتحالف الخير المصري. في الجانب الآخر، مصر استقبلت أكثر من 20,000 جريح حتى اللحظة تتكفل بهم الدولة المصرية منذ خروجهم منذ وصولهم إلى معبر رفح حتى يعني حتى ما بعد خروجهم من المستشفيات، تتكفل 100%. تخيل يعني، وهذا طبعا شيء الحقيقة يعني شيء يعني لم تفعله معنا، وأنا أتحدث يعني أتحدث كإنسان فلسطيني حقيقة يفتخر بالدور المصري ويسجل لمصر دورها المشرق، لم تفعله معنا أي دولة لا عربية ولا إسلامية، وخاصة هذا الدور الكبير في هذا الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والإغاثي تقوم به مصر العظيمة تاريخا والعظيمة موقفا والعظيمة أداء وظل أزمتها الاقتصادية، بمعنى أن مصر تقسم معنا رغيف الخبز، مصر الحبيبة العظيمة تقسم يا أخي يوسف مع الشعب الفلسطيني المنكوب المظلوم رغيف الخبز، وهذه هي مصر التي نعرفها.
طيب دكتور محمد، يمكن أولا أنا عايز أشكرك جدا طبعا يعني على هذا الكلام حول مصر. ده أمر يدعونا أحيانا كما جرت العادة للخجل الشديد، يعني بنتكسف زي ما بيتقال، لأنه زي ما حضرتك عارف برضو نحن نرى أن هذا واجبا إلزاميا علينا، اعتبره فرض عين زي ما بيتقال. في النهاية هي قضيتنا المركزية. هرجع تاني ل ما أفكر فيه معك بصوت عالي، ألا وهو أنه نحن في المفاوضات نجلس على الطاولات نقدم شيئا ونسحب شيئا في المقابل الوصول إلى حل. في يوم ما نتمنى أن نجلس على مائدة مفاوضات لحل الدولتين. حل الدولتين هو حل هيبقى شديد الصعوبة، مفاوضاته مضنية إلى أبعد الحدود. أنت أدرى مني جيدا بما حدث من بعد 4 يونيو 67، أصبحت الأراضي الفلسطينية وكأنها قطع صغيرة متناثرة يحوطها الاحتلال من كل مكان، وبالتالي تبقى مفاوضات شديدة الإنهاك. حتى أصل إلى هذه المرحلة، ما الذي يتوجب علي كمفاوض مصري، كمفاوضين فلسطينيين، وكحركات مقاومة مسلحة؟ اولا يجب ان ننتزع من العدو الصهيوني وقف العدوان، قرار وقف العدوان ده نمره واحد، ده رقم واحد. رقم اثنين بالتاكيد يعني ان نحاول يعني ان 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 يعني ان ان ان, أن نحصل على ما يمكننا الحصول عليه، وعلى الاقل يعني يجب ان نقبل بالشيء الذي يجعلنا لا نرفض يعني او لا يجعلنا لا يعني نفقد العدو الصهيوني ورقه الرفض. العدو لنقل بمنتهى الوضوح، نتنياهو لا يريد انجاح مفاوضات تبادل الاسرى، لا يريد وقف العدوان، لا يريد انجاح اي مفاوضات تجري. نتنياهو لا يريد وقف العدوان لانه يدرك في اليوم الذي تتوقف فيه حرب غزه والعدوان على قطاع غزه سوف يكون مستقبله السياسي انتهى وسيذهب الى المحاكمه والى السجن، وبالتالي هو يربط مصيره باستمرار الحرب. اذا نحن يجب ان نفقد نتنياهو هذه الورقه. هذه مساله. المساله الاخرى التي يجب، وانا اقولها بصراحه يعني وبصراحه ووضوح شديد، شعبنا الفلسطيني بعد في الشهر السابع من العدوان مخطئ من يعتقد انه لم ينهك. الشعب الفلسطيني بعد هذا العدد الهائل والكبير من الشهداء والجرحى والاسرى والمفقودين والمطاردين والعذابات اليومية والدمار والهروب من الموت إلى الموت ومن القتل إلى القتل، والقتل قصفا والقتل جوعا والقتل عطشا، الشعب الفلسطيني رغم الصمود البطولي ورغم العناد البطولي إلا أنه أصبح مصابا بالإنهاك. هذا الشعب قدم ما لم يقدمه شعب من الشعوب. هذا أولا. ثانيا، حتى اللحظة طبعا بالتأكيد ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني هو الحقيقة الموقف المصري المشرف، وأيضا موقف القيادة الفلسطينية المشرف، وموقف يعني بعض الأشقاء العرب الداعم للموقفين المصري والفلسطيني كالأردن الشقيقة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الأشقاء الذين نفتخر بدورهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، ووقف يعني إفشال أهم هدف كان من وراء العدوان وهو مخطط التهجير. تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وتهجير أهالي الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن الشقيق. وبالتالي رغم أن هذا الخطر لم يتلاشى بعد، العدو ما زال يراهن باستمرار العدوان واستمرار مزيد من الجرائم التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لكي يعني استمرار الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل الهجرة الطوعية أو القسرية. الشعب الفلسطيني بالتأكيد لن يهاجر لا قسرا ولا طوعا، وتشاهد حضرتك متابع والمشاهدين الأعزاء يتابعون، وأنا أتحدث معك على شاشة الفضائيات المصرية الأولى الآن يعني صور الشهداء الذين يعني لا تتوقف المجازر التي ترتكب بحقهم يوميا. لكن الشعب الفلسطيني ما زال مصر أننا لن نفرط بأرضنا، لن نعلن راية الهزيمة، لن ننكسر، سنبقى ثابتين. ولكن يجب على الفصائل الفلسطينية وخاصة حماس أن يعني تساعد مصر وأن تساعد القيادة الفلسطينية على إيجاد مخرج معقول ومقبول من أجل وقف العدوان. يجب أن يكون الهدف الأساس والرئيس أمامها وقف العدوان ووقف عذاب الشعب الفلسطيني. أنا أحد أبناء غزة، وأنا من الذين يعني دمر بيتهم. يعني نحن الآن نتحدث عن مساحة سكانية تم تدمير 80% منها، وبالتالي أنت تتحدث عن عذابات شعب
اليوم حتى قطره الماء لم تعد موجوده في قطاع غزه. لنتخيل 7 أشهر لا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا شراب ولا كهرباء ولا وقود. يعني فعلا الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ليس عاد الى العصر الحجري. مطلوب منا ان نعزز صمود الشعب الفلسطيني. كيف نعزز صمود الشعب الفلسطيني؟ ان نعمل باي طريقه كانت من اجل وقف العدوان. طبعا مما لا شك فيه. طب بالعودة إلى حماس، يمكن كان مؤخرا لقينا أن في تصريحات لأحد قيادي حماس وأيضا تقارير إعلامية دولية بتقول صراحة حماس تحصل على أسلحتها من المخازن الإسرائيلية. كيف ترى هذه التصريحات أو هذه التقارير يا دكتور؟ هو يعني هذه التقارير إلى حد كبير صحيحة. يعني جميع فصائل المقاومة ليست حماس فقط تحصل على جزء كبير من أسلحتها ومصادر ذخيرتها من مخازن السلاح الإسرائيلية من خلال طبعا عصابات، حتى ممكن أن يتم شراء هذه الأسلحة وهذه الذخيرة من خلال يعني حتى من خلال صهاينة عبر وسطاء وغير ذلك. نحن نعرف جيدا أن الجيش الصهيوني هو أكثر الجيوش تحللا على المستوى الأخلاقي وانحطاطا، وهناك بشكل دائم يعني عند من يتابع الإعلام العبري يجد أنه حتى أثناء الحرب تم سرقة الذخيرة وسرقة وسائل قتالية. يعني أنا قرأت من الأخبار اللطيفة في أحد أثناء الحرب أن يعني جنديا إسرائيليا في يوم 7 أكتوبر قام بسرقة دبابة إسرائيلية وإخفائها داخل منطقة في النقب. يعني تخيل إلى أي مدى يعني أن هناك عملية نوعية تنفذ ضد الكيان الصهيوني كعملية 7 أكتوبر، عملية طوفان أقصى، وهناك جندي إسرائيلي يستغل حالة الفوضى الإسرائيلية ليسرق هذه الدبابة بذخيرتها. هذا يعكس لك إلى أي مدى وإلى أي مستوى الانحطاط الأخلاقي. هذا جانب. الجانب الثاني، حتى داخل غزة، حتى خلال الاجتياح الإجرامي الذي ينفذه جيش العدو، هناك يعني اعتقالات لعدد كبير جدا من الجنود والضباط الصهاينة الذين قاموا بسرق الذخيرة للجيش الإسرائيلي والبحث عن عصابات مافيا لبيعها أو غير ذلك. وبالتالي هو ليس سرا وليس أمرا خفيا نحن يعني لدينا كفلسطينيين على مستوى غزة والضفة أنه يمكن بسهولة وليست بصعوبة شراء أسلحة وذخائر من مخازن الجيش الإسرائيلي. هناك عصابات متخصصة في سرقة هذه المخازن والذخائر. هذا جانب. الجانب الثاني، الحقيقة أن فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس امتلكت على مدى السنوات الأخيرة القدرة على إعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية. يعني مثلا في هذه الحرب والحروب السابقة هناك الكثير من القذائف، سواء يعني القنابل التي تلقيها طائرات الاحتلال لا تنفجر، ويقوم المختصون في فصائل المقاومة في حماس وغيرها بتفكيك هذه القنابل، والتي أحيانا بعضها يزن طن أو نص طن من المتفجرات، يقوموا بتفكيكها وإعادة تدويرها وتصنيعها. وكثير من هذه حقيقة حتى الإعلام العبري يتحدث عنها. كثير من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة نحو الكيان الصهيوني هي من متفجرات تم إعادة تدويرها من القذائف الإسرائيلية التي ألقتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة. أشكرك جدا جدا يا دكتور. كل الشكر دكتور محمد أبو سمرة، المحلل السياسي المعروف ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني.